أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الفترة الإخبارية من القاهرة الإخبارية. أهلا بك تامر. أهلا إلياس وأهلا بكم مشاهدي الكرام، والبداية مع تطورات الأحوال في قطاع غزة. أهلا بكم، وهذه تفاصيلنا. كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 3 ضباط في معارك تقع تحديدا في مناطق جنوب قطاع غزة. هذا وأفادت مراسلتنا بأن جيش الاحتلال أعلن توسيع نطاق عملياته في مدينة خان يونس، وظهرت مشاهد مصورة عن إعادة انتشار واسع للقوات الإسرائيلية في القطاع. استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كانت المدينة قد شهدت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية، وتحدثت مصادر صحية في غزة عن سقوط 50 شهيدا في خان يونس منذ الليلة الماضية. من جانبه حذر الهلال الأحمر الفلسطيني من تداعيات حصار الاحتلال لمستشفى الأمل في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. والآن نتحول إلى وقفة تحليلية للمتابعة مع منى شكر، هي في الانتظار، تفضلي يا منى. أهلا، شكرا بك ليلاس وتامر، شكرا لكم. للمزيد من المتابعة مشاهدينا الكرام ينضم إلينا من رام الله السيد نبال فرسخ، مسؤول الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني، أهلا بك معنا. يعني الحديث منذ بداية هذه الأزمة أن كل المنظمات، منظمة الصحة العالمية وكل ما يتعلق سيدة نبال بالمشهد الصحي في غزة بصفة عامة، هو يعني تردي للأوضاع والحالة الإنسانية، وهذا هو حديث عالمي لا يقتصر على الدول بل أيضا الشعوب تتحدث عن هذه المأساة الإنسانية والإبادة الجماعية. يعني كيف ترين المشهد الآن سيدة نبال؟ أهلا بك، مساء الخير لك ولكل المشاهدين. المشهد الإنساني على الأرض هو مأساوي للغاية. نحن في الهلال الأحمر الفلسطيني نعبر عن بالغ قلقنا على سلامة طواقمنا العاملة في مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس ومقر الجمعية. الوضع على الأرض خطير للغاية، شهدنا سلسلة من الاستهدافات والغارات في محيط مستشفى الأمل منذ ساعات الصباح، وقوات الاحتلال تحاصر مستشفى الأمل ومقر الجمعية. لم يتمكن أحد من مغادرة المستشفى أو الدخول إليه، كان هناك حصار كامل حتى لمركز الإسعاف الذي يتواجد في نفس المنطقة، هي مدينة الأمل. لاحقا وخلال ساعات النهار، بالبداية لم تتمكن طواقمنا لعدة ساعات من الوصول إلى الجرحى والمصابين في محافظة خان يونس، ولكن لاحقا استطاعت طواقمنا سلوك أحد الطرق من أجل الوصول إلى الجرحى والمصابين. الوضع على الأرض خطير للغاية، هناك قطع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت. نعم، إذن في ظل كل ما يعني يشهد الوضع الحالي يعني وما ذكروا أيضا المركزي للإحصاء في فلسطين، كيف سيكون التعامل إذن في القطاع الصحي مع كل هذه التداعيات؟ أولا، طواقم الإسعاف الآن تواجه مشكلة كبيرة في الوصول إلى الجرحى والمصابين بسبب قطع الاتصالات وعدم تمكن المواطنين من الاتصال بخدمات الإسعاف والطوارئ. نحن نجدد نداءنا للمجتمع الدولي بضرورة التدخل بشكل عاجل من أجل توفير الحماية لطواقمنا العاملة في محافظة خان يونس ومستشفى الأمل. الوضع في الجنوب خطير للغاية، على ما يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد
تعمد استهداف المستشفيات المتبقية في محافظة خان يونس ضمن مسلسل الاستهدافات، وكأنها هذه المستشفيات قد تلقى مصير المستشفيات التي خرجت عن الخدمة في محافظة غزة والشمال بعد عملية استهدافها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث عن خروج 30 مستشفى من أصل 36 مستشفى عن الخدمة. المستشفيات الآن التي تعمل، لكن يعني المستشفيات المتبقية وتقدم الخدمة الطبية، يعني تحدثي عن 6 مستشفيات فقط، هل هي تستطيع أن تلبي جميع الاحتياجات الطبية والصحية المطلوبة؟ تأكيد هذه المستشفيات يعني لا تستطيع أن تلبي كافة خدمات الرعاية الصحية والطبية. كل هذه المستشفيات تعاني من شح شديد في الأدوية والمستلزمات الطبية، أيضا فاقت قدرتها الاستيعابية. الجرحى والمصابين نجدهم على الأرض في أروقة المستشفيات، كون كل الأسرة ممتلئة ويتوافد أعداد كبيرة من الجرحى والمصابين إلى هذه المستشفيات. الطواقم منهكة جراء العمل للشهر الرابع على التوالي، ولا تستطيع هذه المستشفيات تقديم الرعاية الطبية للمرضى وذوي الأمراض المزمنة جراء انشغال الطواقم الطبية في إنقاذ حياة المصابين والجرحى جراء القصف. نعم، الوضع يعني على الأرض خطير. الوضع على الأرض خطير سيدة نبال، لكن يعني تحدثي عن أن الأطقم الطبية هناك مشكلة، والإسعاف وما إلى ذلك، والأدوية والمستلزمات الطبية، لكن ماذا عن انتشار الأمراض؟ يعني في كثير من الأماكن انتشار أمراض، تناثر الجثث حتى في ممرات المستشفيات وفي الطرق والشوارع، يعني كيف هو التعامل إذن مع كل هذه المشكلات التي ربما تفاقم الوضع الصحي في الأيام القليلة القادمة؟ يعني نتحدث في قطاع غزة حوالي 2 مليون فلسطيني باتوا اليوم نازحين في أرجاء مختلفة في قطاع غزة. هم يتواجدون إما في مراكز الإيواء، في المدارس، في الخيم، وبعضهم حتى لم يحصل على خيمة يتواجدون. يعاني النازحين من شح شديد في المستلزمات الأساسية، المواد الأساسية، الطعام، الماء الصالح للشرب. نتحدث عن فصل الشتاء والبرد القارس، هناك أيضا نقص في الأغطية ووسائل التدفئة غير متوفرة، نقص في الملابس الدافئة. كل هذا بكل تأكيد يفاقم من معاناة النازحين الذين يتواجدوا في ظروف غير إنسانية. هم مكدسين بأعداد كبيرة، ليس هناك قدرة على المحافظة على النظافة جراء عدم توفر الماء، وهذا يؤدي إلى انتشار الكثير من الأمراض والأوبئة بين صفوف النازحين. نعم. أعداد كبيرة من النزلات الصدرية بين صفوف الأطفال، الأمراض الصدرية والتنفسية، الأمراض الجلدية، أيضا مرض التهاب الكبد الوبائي. نعم. كل هذه الأمراض بدأت تتفشى بين صفوف نعم. النازحين. التهاب الكبد الوبائي نعم انتشر كثيرا. نعم، أنا بشكرك شكر جزيل السيدة نبال فارسخ، مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني، شكرا جزيلا لك. والآن عودة مرة أخرى لزملائي تامر حنفي وليلاس كافوزي لاستكمال ملفات النشرة، إليكما. شكرا لك يا منى. أعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 25,295 شهيد و63 ألف جريح منذ 7 أكتوبر الماضي. كما أضافت الصحة الفلسطينية بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 20 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 190 شهيدا و340 مصابا خلال الساعات 24 الماضية. هذا وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من أن انتشار الأمراض في غزة ينذر بكارثة صحية كبرى. كما أوضح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية دكتور أحمد المنظري أن الأوضاع سيئة جدا في القطاع مع خروج معظم مؤسسات الصحة عن العمل. طبعا الأوضاع سيئة جدا، يعني يعجز اللسان عن وصف ما آلت إليه الأوضاع، سواء من حيث النظام الصحي وخروج معظم مؤسساته عن العمل، والمؤسسات المتبقية ضعيفة جدا من حيث العاملين الصحيين، من حيث التمويل الطبي، من حيث إمدادات الكهرباء والمياه، وعلى رأس القائمة من حيث الأمان
المتوفر سواء داخل هذه المستشفيات والمؤسسات الصحية وخارجها، أو كذلك من حيث انتشار الأمراض بين عموم سكان غزة، والتي تنذر بكارثة حقيقية، يعني نفقد على أثرها الكثير من المواطنين المنتشرين في أماكن مكتظة. فشل الكنيست الإسرائيلي في إقرار سحب الثقة من حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد الاقتراح الذي تقدم به حزب العمل اليساري المعارض لحكومة نتنياهو لسحب الثقة من حكومته. كما صوت لصالح هذا المقترح 18 نائبا من أصل 120 بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل. وكانت المعارضة قد اتهمت حكومة نتنياهو بالفشل في تأمين عودة 136 محتجزا إسرائيليا لدى حركة حماس داخل قطاع غزة. على جانب آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعائلات المحتجزين إنه لا يوجد أي مقترح حقيقي من حماس لإطلاق سراح المحتجزين هناك. وكانت عائلات المحتجزين اقتحموا غرفة اجتماع للجنة المالية في الكنيسة، ما أدى إلى وقف الجلسة. كما صعدت هذه العائلات احتجاجاتهم للمطالبة بإقرار صفقة لتبادل المحتجزين في ظل تصاعد العمليات في غزة. طالبت حركة حماس بوقف العدوان الإسرائيلي فورا على قطاع غزة ووقف الجرائم والإبادة الجماعية. كما رفضت حماس في وثيقة لها أي مشاريع دولية وإسرائيلية تسعى لتحديد مستقبل قطاع غزة، وهو ما يستعرضه لنا الآن في هذا العرض التالي الزميل رعد عبد المجيد. هذه روايتنا، لماذا طوفان الأقصى؟ وثيقة نشرتها حركة حماس أوضحت فيها أسباب القيام بعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، وكذلك الأسلوب الذي تم انتهاجه في تنفيذ العملية. قدمت وثيقة حماس الأسباب التي دفعت للقيام بعملية طوفان الأقصى كرد فعل لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على مدار سنين عدة، بدأها الاحتلال منذ عام 1948 بارتكاب مجازر وعمليات تطهير عرقي وتدمير أكثر من 500 قرية وبلدة فلسطينية ليدفع الشعب إلى عمليات التهجير. وتشير حماس إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وضع مخططات التهويد والتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى مع تصاعد وتيرة اقتحامات المستوطنين الاستفزازية للمسجد الأقصى، إضافة إلى ممارسات ائتلاف اليمين الأكثر تطرفاً الذي باشر معركة للسيطرة على الضفة الغربية وغزة بعد تنفيذ مخططات التهجير للفلسطينيين من أراضيهم. وفي قطاع غزة أفرضت حماس سرداً خاصاً له، حيث عانى القطاع من حصار خانق لمدة 17 عاماً ليتحول إلى أكبر سجن مفتوح في العالم تمارس إسرائيل بداخله أعمال القتل بحق الفلسطينيين. وبحسب حماس فإنه ووفق دراسات إحصائية موثقة منذ سنة 2000 وحتى سبتمبر 2023 قبيل 7 أكتوبر، قام الاحتلال الإسرائيلي بقتل أكثر من 11,000 فلسطيني وجرح أكثر من 156,000 آخرين أغلبيتهم من المدنيين. ودوليا ذكرت حماس أن الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين يتعاملون مع إسرائيل منذ إنشائها كدولة فوق القانون، وذلك لأن الأمم المتحدة أصدرت أكثر من 900 قرار خلال 75 عاماً الماضية لصالح الشعب الفلسطيني، إلا أن إسرائيل رفضت تنفيذ أي منها اعتماداً على الفيتو الأمريكي الدائم ضد أي محاولة لإلزام إسرائيل بتنفيذ تلك القرارات أو إدانتها. وقالت حماس إن كل هذه الانتهاكات الموثقة دولياً وغيرها كانت ركناً أساسياً في قيام عملية طوفان الأقصى، لا سيما بعدما أغمض المجتمع الدولي عينيه عن مثل هذه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. وأضافت حماس أن عملية طوفان الأقصى كانت خطوة ضرورية لمواجهة ما يحاك من مخططات إسرائيلية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء الحصار على قطاع غزة في إطار التخلص من الاحتلال واستعادة الحقوق الوطنية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأشارت حماس إلى عدم ارتكاب عناصرها انتهاكات إنسانية أثناء تنفيذ عملية طوفان الأقصى
في حق المدنيين أو الأطفال أو كبار السن، حيث أكدت الحركة استهدافها للمواقع العسكرية الإسرائيلية سعياً إلى أسر الجنود الإسرائيليين من أجل إطلاق سراح الآلاف من الأسرى الفلسطينيين. وذكرت حماس أنه في مستوطنات غلاف غزة تركز هجوم طوفان الأقصى على فرقة غزة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال، والتي كانت دائماً تشكل مصدر قصف وإطلاق النار على غزة وأهلها. أكدت حماس أن ما يروجه الاحتلال الإسرائيلي حول استهداف مدنيين إسرائيليين في هجوم طوفان الأقصى هو محض افتراء وكذب تعمده الاحتلال لتشويه الصورة لتبرير جرائمه في غزة الآن. وشددت حماس على كذب الادعاء الإسرائيلي بقتل 40 طفلاً رضيعاً أو اغتصاب نساء إسرائيليات، اعتماداً على الدراسة التي نشرها موقع موندو فايس وتتبعت بالتفصيل كل ادعاءات الاغتصاب وفندتها. وفي حفل سقط فيه 364 شخصاً بأيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، أشارت حماس وبشهادات إسرائيلية أن ذلك كان نتيجة لارتباك القوات الإسرائيلية التي لم تفرق وقت القصف بين الإسرائيليين وعناصر حماس. وطالبت حماس بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فوراً ومعاقبة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين والتصدي لازدواجية المعايير من قبل المجتمع الدولي وإعادة إعمار غزة. وهكذا كما شاهدنا الأسباب التي أدت لعملية طوفان الأقصى برؤية حركة حماس والتي أيدتها بالدلائل التي على تفنيدها وفق أخلاق الحرب ونفذتها وفق أخلاق الحرب والقانون الإنساني وعدم تورطها في انتهاكات إنسانية. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة، وخلال عملية الاقتحام اندلعت مواجهات قرب مسجد العين ومنطقة المقبرة. أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين دون الإبلاغ عن وقوع أي إصابات. أعربت الخارجية الأمريكية عن صدمتها إزاء مقتل شاب أمريكي أصولا فلسطيني على يد القوات الإسرائيلية. كما طالبت وزارة الخارجية الأمريكية حكومة نتنياهو بتقديم كل المعلومات عن ذلك الأمر. وأفادت الخارجية بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث كثيرا عن تأثير القتال في غزة على المدنيين، وأشار إلى أن إسرائيل تتحمل عبئا استراتيجيا وأخلاقيا لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين. الخارجية الأمريكية أكدت كذلك بأن إقامة دولة فلسطينية وتحقيق حل الدولتين هو المسار الوحيد للسلام في هذه المنطقة. قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن واشنطن لا تدعم وقفا نهائيا ودائما لإطلاق النار في غزة. كما أشار كيربي إلى أنه يجب أن يكون هناك توقف مؤقت للقتال حتى يمكن خروج المحتجزين من غزة. كما أضاف أن حل دولتين هو أفضل مسار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأن هذا الحل يتطلب مرونة من مختلف الأطراف في المنطقة. للمزيد من المتابعة والتحليل نتحول إلى الزميلة منى شكر في هذه النافذة التحليلية معك. شكرا لك لله. شكرا لك كامل. من واشنطن ينضم إلينا رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك معنا رامي. يعني في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لخفض التوتر والتصعيد في غزة واندلاع مزيد من التوترات، يعني على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر قالت إنه لا سبيل للهدوء وضمان الأمان لإسرائيل غير حل الدولتين. يعني ماذا هو رد فعل في الداخل الأمريكي حول هذه التصريحات مع وجود تعنت إسرائيلي ورفض قاطع وتشدق أيضا ويعني تأكيد من قبل رئيس الوزراء الأمريكي الإسرائيلي على أنه يتفاخر بأنه عطل هذا الحل لسنوات طويلة؟ مرحبا منى. اليوم تابعنا المؤتمر الصحفي أولا للنائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بيدان باتيل،
وبعده مباشرة كان هناك مؤتمر صحفي في البيت الأبيض لمنسق الاتصالات الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي. وكلا المؤتمرين الصحفيين في الحقيقة كانا يركزان على مسألة حل الدولتين، وأن حل الدولتين هو المسار الطبيعي والوحيد للسلام للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. كانت هذه هي تصريحات المسؤولين الأمريكيين اللذان تحدثا في هذا المؤتمر الصحفي. إذا ما نظرنا إلى المؤتمر الخاص بجون كيربي سنجد أن كثير من الصحفيين في الحقيقة طرحوا نفس السؤال الذي طرحته منى، وهو ماذا أو ما هو موقف الولايات المتحدة في ظل تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتصريحه علنا برفضه ومعارضته لحل الدولتين؟ كان دائما ما يحاول كيربي تفادي الإجابة على هذا السؤال، لأنه لا يريد، لأنه يعلم كما يعلم جميع المسؤولين الأمريكيين أن هناك خلافا في وجهات النظر ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو كمسؤول لا يريد أن يزيد من اتساع هذا الخلاف. ولكنه في معرض إجابته قال إن ما يتحدث به المسؤولون الإسرائيليون سواء نتنياهو أو غيره هي مسألة داخلية إسرائيلية ولا شأن الولايات المتحدة بها، وأن الولايات المتحدة ليست من تقرر ما الذي يقوله المسؤولون الإسرائيليون ومن الذي بيده القرار في إسرائيل، وأن هذا بيد الشعب الإسرائيلي. وكان ذلك في إجابة على سؤال لأحد الصحفيين إنه هل تعتقد الولايات المتحدة أن وجود نتنياهو على رأس السلطة ليس مناسبا لقيام حل الدولتين؟ قال إن من على رأس السلطة في إسرائيل يحدده الإسرائيليون ولا يحدده الأمريكيون. فهذه هي الإجابة التي يستخدمها الأمريكيون. ودائما ما يعقب وكما عقب كيربي اليوم أن الولايات المتحدة مقتنعة تماما، وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضا مقتنع تماما بأن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية هو السبيل الوحيد للسلام والسبيل الوحيد لإنهاء الصراع في المنطقة والسبيل الوحيد حتى يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون في أمن واستقرار وسلام. هذه هي الرؤية الأمريكية والتي تأكدت اليوم على لسان هذه الرؤية الأمريكية أو البيت الأبيض. ومن معرض كلامك رامي إذن هو دب الخلاف ما بين إسرائيل والولايات المتحدة بين الإدارتين، لكن إلى متى برأيك وماذا يقول المراقبون لديك والمحللون في الأوساط السياسية، إلى متى ستستطيع الولايات المتحدة الأمريكية الصبر على هذا التعنت والتفاخر بأنهم هم الجانب الذي يعطل حل الدولتين كما ذكرنا منذ قليل؟ أعتقد أن الولايات المتحدة لديها الكثير من الصبر في ذلك، ولا تزال يعني صبرها لم ينفد بعد، ولا نرى حتى ولو إشارات بسيطة على نفاد الصبر. ربما هناك تبرم بعض الشيء يصدر أحيانا بشكل شخصي عن بايدن، مثل تلك المكالمة الهاتفية قبل الأخيرة والتي كانت في ديسمبر الماضي بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي قيل من تقارير صحفية إن المكالمة انتهت بأن بايدن أغلق الخط في وجه نتنياهو وقال له المكالمة انتهت ثم أغلق الخط. هذا يدل أن هناك ربما حالة تبرم حتى ولو بشكل فردي من الرئيس الأمريكي جو بايدن. ولكن بشكل عام الدولة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية، لا تزال كما قال كيربي تريد إسرائيل أن تعلم أنها لا تزال تدعمها حتى الآن، ولكنها تريد منها تنفيذ وحتى رامي هي وهي تطرح هذه الحلول التي تقابل برفض من قبل الجانب الإسرائيلي. بلينكن من قبل قال إنه أي شيء يأخذنا بعيد عن حل الدولتين هو ليس في مصلحة إسرائيل. إذن حديث الأمريكي الموجه لإسرائيل هو لصالح الأمن في إسرائيل. إذن لماذا لا يجد يعني أذان صاغية في الجبهة يعني في الجانب الإسرائيلي؟ هذا بالتأكيد قرار إسرائيلي في يعني في المقام الأول. بنيامين نتنياهو في النهاية نعلم جيدا أنه ينتمي إلى التيار اليميني، وهذا التيار على مدار عقود في الحقيقة كان دائما ما يقدم أطروحات غير مناسبة أو غير داعية للسلام. هذا التيار كان دائما على خلاف مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة وخاصة
الإدارات التي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي مثل الإدارة التي نشهدها الآن. في النهاية نتنياهو يصدر خطابا داخليا، هذا ما قاله كيرب اليوم، إن نتنياهو يصدر خطابا داخليا للداخل الإسرائيلي، وهذا الخطاب يريد من خلاله أن يظهر بأنه رجل قوي يرعى مصلحة الإسرائيليين. في النهاية رؤية الولايات المتحدة لمصلحة إسرائيل تختلف تماما عن رؤية نتنياهو لمصلحة أمن إسرائيل. بشكرك شكر جزيل زميلنا من واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك. والآن عودة مرة أخرى لزملائي تامر حنفي وليلى أسكافوزي لاستكمال ملفات النشر، إليكما. شكرا لك منى على ما قدمت. قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بأن السلطة الفلسطينية على استعداد للتفاوض مع إسرائيل بشأن حل الدولتين ضمن مؤتمر دولي للسلام. هذا ودعا المالكي إلى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة ووقف الاجتياحات في الضفة الغربية، مطالبا المجتمع الدولي بدعم فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. نحن على أتم الاستعداد للحديث في المدد الزمنية المطلوبة من أجل تنفيذ حل الدولتين، ويبدأ ذلك من خلال انسحاب إسرائيل كاملا من قطاع غزة، وقف الاجتياحات ووقف الإجراءات الأحادية في الضفة الغربية، وفي نفس الوقت يجب على المجتمع الدولي أن يساعد فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وبعد ذلك نحن ليس لدينا أي مانع للجلوس مع الجانب الإسرائيلي ضمن مؤتمر دولي للسلام كما دعا إليه سيد الرئيس، من أجل فعلا وضع المدد الزمنية المطلوبة لتنفيذ حل الدولتين. بدوره قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن اجتماع الاتحاد الأوروبي يناقش وقف إطلاق النار في غزة وضرورة أدخال المساعدات إلى القطاع. كما أضاف الصفدي بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للتوصل إلى سلام شامل في المنطقة، كما شدد على ضرورة عدم السماح لإسرائيل باستكمال مخططاتها في غزة. نبحث معا كيفية الخروج من هذه الكارثة التي يستمر العدوان الإسرائيلي على غزة في مفاقمتها. أولوياتنا واضحة: وقف فوري لإطلاق النار، جهد حقيقي لإدخال ما يكفي من مساعدات إنسانية كافية ومستدامة إلى جميع أنحاء قطاع غزة، والتأكيد على أن هذا العدوان لم يجلب إلا الدمار والخراب، لم يؤدي إلا إلى المزيد من الكراهية وانعدام الثقة بالعملية السلمية، وأن السبيل الوحيد من أجل تحقيق الأمن للجميع هو حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل. أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف بالصواريخ تجمعا للجنود الإسرائيليين في محيط مستوطنة أذن مناحم، وأضاف الحزب أنه حقق إصابات مباشرة في صفوف الجنود الإسرائيليين. في المقابل شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على بلدتين جنوبية لبنان، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص جراء الغارة الإسرائيلية. أعلن الكرملين بأن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي سيشاركان غدا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في مراسم بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية. يذكر أن مشروع محطة الضبعة مقرر له وفق الجدول الزمني المحدد لانتهاء في عام 2028 مع دخول مرحلة التشغيل، وبشكل تعاوني وثيق بين مصر وروسيا في عدد من المجالات. تعرضت القوات الأمريكية في حقل كونيكو بريف دير الزور شرقية سوريا لقصف صاروخي، وأشارت مصادر أعلامية إلى أن فصائل عراقية هي من نفذت هذا القصف دون مزيد من التفاصيل. في العراق أفادت مراسلتنا نقلا عن مصادر أمنية وقوع قصف صاروخي استهدف المواقع الأمريكية في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار العراقية. قالت الخارجية الإيرانية إن الضربة التي وجهتها طهران في أربيل لا تتعارض مع سيادة العراق ووحدة أراضيه. وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قال في هذه الإشارة إن هناك تهديدات تأتي من إقليم كردستان العراق، وأن إيران لن تتوانى عن الدفاع عن أمنها حسب قوله، وشدد على أن العلاقات الإيرانية العراقية قوية ومتينة، وأن هناك تعاونا ثنائيا بين الدولتين على مختلف الأصعدة.
أفاد مراسل القاهرة الإخبارية أن طيران الجيش السوداني نفذ هجوما على عدة مواقع بمدينة ودمدني وأعدت ارتكازات لميليشيا الدعم السريع في منطقة الشرق الخرطوم. كما أضاف أن مسيرات الجيش السوداني قصفت تحركات لميليشيا الدعم السريع غرب أم درمان وقاعدة وادي سيدنا بأم درمان القديمة. والآن هذا مستحدث الأزمة الأوكرانية. في تطور ذي مسلك سياسي زار رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك العاصمة الأوكرانية كييف وناقش مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي الدعم الغربي لبلاده. كما تناول اللقاء مشكلة التنافسية بين سائقي الشاحنات الأوكرانيين والبولنديين. كما ركزت المناقشات على تعزيز عمل الشركات في البلدين لزيادة القدرات الدفاعية. كما قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أنه ناقش مع رئيس الوزراء البولندي مستقبل الإنتاج المشترك للأسلحة. كما أعرب زيلنسكي عن امتنانه عن استعداد بولندا العمل على اتفاق مشترك. ناقشت مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك مستقبل الإنتاج المشترك للأسلحة والضمانات الأمنية، فضلا عن انضمام بولندا إلى إعلان مجموعة الدول الصناعية السبعة بشأن توفير دعم طويل المدى لأوكرانيا. وأعبر عن امتناني لاستعداد بولندا للعمل على اتفاق ثنائي بين البلدين. من جانبه كشف رئيس الوزراء البولندي عن التوصل لتفاهم مشترك حول الوضع على الحدود بين بولندا وبين أوكرانيا، وأكد أن جميع القضايا العالقة ستشهد حلولا جيدة خلال المحادثات الثنائية بين الجانبين. توصلنا أيضا إلى تفاهم مشترك حول الوضع على الحدود، فبالنسبة لي كان من المهم جدا أن أكد لي الرئيس زيلنسكي ووزرائه أنه يجب حل مشاكلنا معا بأفضل ما نستطيع القيام به، وبخاصة قضية الحبوب والتي في الواقع لا تعكس المشكلة بشكل كامل، فضلا عن العقبات الحدودية بين الجانبين فيما يخص قطاع النقل. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص مصر على القيام بدور رئيسي في عمليات التحول الدولي للطاقة النظيفة بما يعود بالفائدة على المستويين الاقتصادي والبيئي. جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية للبنية التحتية. هذا واطلع الرئيس المصري خلال اللقاء على تطورات مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا وجهود تعزيز العمل المشترك لتنفيذ مشروع إنتاج 9.5 جيجا وات من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية. كما وجه الرئيس المصري بتسريع جهود التعاون وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه مشروعات المجموعة في مصر. تراجعت أسعار الغاز في البورصات الأوروبية دون مستوى 300 دولار للألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ يوليو من العام الماضي. ونقلت وكالة بلومبرج عن خبراء قالوا بشأن ذلك إن أسعار الغاز تراجعت في ظل الاحتياطات الكبيرة من الوقود الأزرق في أوروبا والشتاء المعتدل نسبيا، إضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة. اتهمت الصين الولايات المتحدة بتفجير ما أطلقت عليه فقاعة التهديد الصيني بعدما بدأت لجانون في الكونغرس تحقيقا في عمليات شركة الهندسة السويسرية ABB في الصين بدعوى مخاوف أمنية. وأضاف بشأن ذلك المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ بينبين إن النية الحقيقية لهذه الخطوة هي الحد من تنمية الصين بذريعة الأمن القومي.
فقاعة التهديد الصيني التي أطلقها بعض الساسة الأمريكيين تتضخم يوما بعد يوم، إلا أن نيتهم الحقيقية هي الحد من التنمية في الصين بحجة الأمن القومي. الولايات المتحدة تعتبر أي تقدم يشهده الاقتصاد الصيني تهديدا لأمريكا وتتخذ كافة الإجراءات لقمعه. يبدو أن صادرات الملابس الصينية هي القطاع الوحيد الذي لا يشكل أي تهديد لأمريكا. ما فعله الساسة الأمريكيون ليس سوى ترهيب صارخ وهيمنة فجة. أفادت وكالة بلومبرغ بأن واردات الصين من معدات صناعة الرقائق قفزت بنسبة وصلت إلى 14% العام الماضي، لتصل قيمتها إلى ما يقرب من 40 مليار دولار. يأتي ذلك في ظل اهتمام الحكومة الصينية بتحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الرقائق، ما دفع الشركة الصينية العاملة في القطاع لتعزيز استثماراتها في محاولة للتغلب على القيود الأمريكية. ثبت بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة الأساسية على الاقتراض في ظل الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية، وقرر هذا البنك الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية على القروض ذات استحقاق عام واحد عند 3.45% دون تغيير يذكر، فضلاً عن تثبيت سعر الفائدة الأساسية على القروض لأجل لأكثر من 5 سنوات والتي يعتمد عليها العديد من المقرضين في تحديد فائدة الرهن العقاري عند 4.2%. تعاملت الشركات الصينية مع أكثر من 132 مليار طرد توصيل سريع خلال العام الماضي بزيادة بلغت 19.4% على أساس سنوي، وزادت إيرادات القطاع 14.3% على أساس سنوي لتسجل نحو 170 مليار دولار. كما نمت خدمة التوصيل السريع في الصين بدعم من تعزيز الطلب على الخدمة اللوجستية. كشفت مبادرة البيانات المشتركة عن ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام في نوفمبر الماضي على أساس شهري إلى 6.336 مليون برميل على حدود اليوم. وفقا لهذه البيانات تراجع إنتاج السعودية من النفط في نوفمبر على أساس شهري إلى 8,818,000 برميل في اليوم الواحد. كما زادت مخزونات المملكة من الخام إلى 149,789,000 برميل في نوفمبر. كانت المملكة العربية السعودية قد قررت تمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط البالغ حوالي 1,000,000 برميل يوميا حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي. ارتفعت أسعار النفط بينما يدرس المتعاملين مدى تأثير الحرب في الشرق الأوسط وأوكرانيا على إمدادات النفط. يتزامن ذلك مع عوامل اقتصادية غير مواتية تضغط على الطلب العالمي على النفط. رياضياً، يلتقي المنتخب المصري لكرة القدم الليلة منتخب كاب فيردي في جولة حاسمة بدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا، ولن يكون أمام الفراعنة بديل عن الفوز بهذا اللقاء لحسم العبور لدور 16 كوصيف دون النظر لنتيجة مباراة غانا وموزمبيق. ويحل بطل إفريقيا 7 مرات سابقة في المركز الثاني برصيد نقطتين وبفارق نقطة عن غانا وعن موزمبيق.
الزميل أحمد فاروق تابع لنا أجواء هذه المباراة المصيرية للمنتخب المصري من كوت ديفوار. نتابع. تحياتي من أبيجان وبالتحديد من أمام استاد فيليكس هوفي بواني، مقر جميع مباريات منتخب مصر في الدور الأول لكأس الأمم الأفريقية 2023، وبطبيعة الحال مباراة اليوم الحاسمة أمام منتخب كاب فيردي، والتي إن شاء الله تكون في صالح المنتخب المصري وتؤكد تأهله إلى دور 16. الأجواء هنا طيبة للغاية، وعلى صعيد الطقس هي أفضل كثيرا من الأيام الماضية وبالتحديد من الجولتين الماضيتين، موعد مباراتي موزمبيق وغانا كانت الأجواء صعبة، الرطوبة عالية جدا، الرطوبة ما زالت عالية لكن بنسب أفضل، وهذا مبشر إن شاء الله. حافلة المنتخب المصري دخلت إلى أرض الملعب منذ دقائق والمعنويات جيدة للغاية، واللاعبون في حالة ممتازة مبشرة إن شاء الله بمباراة تكون أفضل مباريات منتخب مصر في الدور الأول. روي فيتوريا أعلن تشكيله للمباراة: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي وأحمد فتوح في خط الدفاع، في خط الوسط مروان عطية، حمدي فتحي وإمام عاشور، خرج محمد النني من التشكيل الأساسي كحال طبعا محمد حمدي وعمر كمال اللذين شاركا أساسيان في المباراة الماضية، وخرج طبعا محمد صلاح بطبيعة الحال جميعنا يعلم أنه مصابا، يحل مكانه زيزو في الجناح الأيمن وعمر مرموش في الجناح الأيسر ومصطفى محمد في كمهاجم صريح في تشكيل منتخب مصر. بتتواجد طبعا أعداد كبيرة من جماهير نيجيريا وغينيا بيساو، لأن الملعب ذاته استضافة ويعني انتهت منذ دقائق مباراة نيجيريا وغينيا بيساو، بحكم أن مباريات الجولة الأخيرة تقام في نفس التوقيت، إقيمت هنا في استاد فيليكس هوفي بوني مباراة غينيا بيساو مع نيجيريا في نفس توقيت مباراة كوديفوار أصحاب الأرض مع غينيا الاستوائية في استاد لسان وطارة أيضا في أبيجان، وبالطبع في نفس توقيت مباراة مصر تقام مباراة غانا مع موزمبيق في ختام الجولة. أعداد الجماهير المصرية ليست كبيرة للأمانة كحال المباراتين الماضيتين، لكن هناك دعم عربي مميز، الجالية اللبنانية المتواجدة بقوة هنا في أبيجان تدعم المنتخب المصري باستمرار، وكذلك الجاليات المغربية والجزائرية أو حتى الجماهير التي جاءت إلى أبيجان وتتحرك منها إلى مدن مختلفة لمؤازرة منتخبي المغرب والجزائر، وكذلك طبعا برضو بعض الجماهير التونسية التي تفعل الأمر ذاته. أجواء طيبة كما قلت ومبشرة إن شاء الله، وستستمر متابعتنا عبر شاشة القاهرة الإخبارية بعد المباراة إن شاء الله تكون، ومنتخب مصر متأهل بشكل رسمي إلى دور 16 في كأس الأمم الأفريقية 2023. كانت مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات قد تواصلت حيث بلغ منتخب غينيا الاستوائية دور 16 كمتصدر للمجموعة الأولى باكتساحه صاحب الضيافة منتخب كوت ديفوار برباعية نظيفة، كما صعدت نيجيريا لثمن النهائي باحتلاله الوصافة بفوزه على غينيا بيساو بهدف دون رد. ونعود الآن لمتابعة أجواء مباراة مصر وكاب فيردي، ونتحول للزميلة منى شكر، ومعك المزيد منى. إليك. شكرا لك ليلى. شكرا لك تامر. ينضم إلينا من محافظة القاهرة مراسلة القاهرة الإخبارية نورهان عجيزة. نورهان، يعني هذه مباراة مصرية مصيرية في إطار بطولة أمم أفريقية المقامة في كوت ديفوار 2023، يعني صفي لي الأجواء لديك، ونحن نتحدث عن دقائق معدودة وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة 10 من هذا المساء. إليك نورهان. تحياتي منى. بالفعل حضور جماهيري كبير من جميع الفئات العمرية ومحبي كرة القدم يترقبون مباراة حاسمة بين المنتخب المصري وفريق كيب فيرد أو الرأس الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدور مجموعات كأس الأمم الأفريقية. توجد حالة من القلق بعض الشيء، وذلك لإصابة وغياب اللاعب محمد صلاح في هذه المباراة، ولكن ممزوجة أيضا
بأجواء تفاؤلية للفوز بهذه المباراة والتأهل للدور السادس عشر، حيث استعد وكثف المدرب والمدير الفني للمنتخب المصري روي فيتوريا، كثف محاضراته مع اللاعبين من أجل تصحيح الأخطاء في المباريات الماضية بالتعادل مع موزمبيق وغانا. وأيضا صرح روي فيتوريا بالأمس في مؤتمر صحفي عن بعض التغييرات الطارئة التي طرأت على تشكيل الفريق لهذه المباراة، حيث ينضم عدد من اللاعبين مثل أحمد فتوح وأحمد زيزو وأيضا مروان عطية، وذلك أملا في الفوز بهذه المباراة. التوقعات تختلف هنا وتتباين، ولكن الأمل واحد وهو فوز المنتخب المصري، خاصة أنه حقق رقما قياسيا في التتويج بهذه بكأس الأمم الإفريقية برصيد 7 مرات. نترقب هذه المباراة بعد دقائق معدودة إن شاء الله. شكرا لك نورهان، كنت معنا من القاهرة مراسلة القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك. وعودة مرة أخرى لزملائي تامر حنفي وليلاس كافوزي لاستكمال ملفات هذه النشرة، إليكما. شكرا لك يا منى. بهذه النافذة التحليلية نكون وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، كنا معكم أنا ليلاس كافوزي وتامر حنفي. تامر شكرا لك، السلام عليكم.